شاء الله يعني لن تروا أي انتهاك حقوق الإنسان وحقوق المدنيين في هذا. نحن سننقذ المدنيين، يعني لو يأتي جيش سوري ليحافظ عن البيكاكا هو هدف حقيقي وهدف شرعي لنا. ماذا بعد انتهاء عملية غصن الزيتون؟ هل ربما سيتم فرض منطقة منزوعة السلاح، منطقة آمنة أم ماذا؟ رد الفعل أتى من الأكراد بكلمة الكفاية. الكفاية، لا تموتوا ولا تقتلوا من أجلنا. الولايات المتحدة لم تحارب داعش إلا تغذيها. مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشؤون حزب العدالة والتنمية الدكتور ياسين أوكتاي ضيف الحلقة القادمة من برنامج لقاء خاص، تأتيكم في الأوقات التالية.